بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الرياضه ودورها وعلاقتها بجهاز المناعه. الرياضه مش بس بتحافظ على جهاز المناعه وبتقوي جهاز المناعه، لا، دي بتحافظ على جميع اجهزه الجسم وتقوي جميع اجهزه الجسم وتحسن من جميع اجهزه الجسم. اما بالنسبه للمناعه فلها موقف خاص مع المناعه. اتضح ان ممارسه الرياضه العنيفه دي فعلا بتضعف المناعه، الرياضه العنيفه. الرياضه المعتدله هي دي اللي بتحسن جهاز المناعه، يعني لازم تكون رياضه خفيفه مش رياضه عنيفه، دي بتحسن جهاز المناعه. وجريت تجارب كتيره على الانسان وعلى الحيوان اثبتت هذا الكلام. ويمكن في تجربه مرت بيها هونج كونج سنه 1998 كان عندها وباء ايضا، وانتشر هذا الوباء، ولكن انتهزوا هذه الفرصه وعملوا بعض الابحاث على جثث الموتى. اتضح ان الناس اللي كانت بتمارس رياضه الاعراض ظهرت عليها اقل، واستطاعوا ان هم يقاوموا الجهاز الوباء بدرجه اكبر. كذلك اتعملت تجارب على الفيران، واتضح ايضا ان الفيران اللي هي كانت بتنشط وبيحركوها بيعملوا عليها تجارب في المعامل اللي بتتحرك، وكانت مقاومتها للمرض او للوباء كانت اكثر من الفيران الاخرى اللي هي لا تتحرك. يعني معنى هذا أن الحركة مهمة والرياضة مهمة جدا في حياة الإنسان. وهناك طبعا فوائد كثيرة أوي الرياضة، يعني الرياضة مثلا بتحرك سائل الليمف، انقباضات العضلية بتساعد سائل الليمف أنه يتحرك في الجهاز الدوري، لأن الجهاز الدوري لما بتنقبض العضلة بتساعد على دفع الدم وتحريكه في الجهاز العضلي. الرياضة بتساعد على كرات الدم البيضاء وأنواعها المختلفة انها تنشط ضد جهاز المناعه. انواع مختلفه من الكرات البيضاء بتحارب الميكروبات، دي ايضا بتنشط في حاله الرياضه وبتساعد على تقويه جهاز المناعه وبتساعد على مقاومه المرض. فدي طبعا كلها اشياء بتساعد على مسانده الرياضه كعامل هام في تقويه جهاز المناعه. ولذلك لابد من عدم الخمول ولابد من النشاط. واتضح ان عدم الخمول وعدم النشاط بيعتبر السبب الرابع للوفيات بناء على احصائيات منظمه الامم المتحده. وبناء على هذا عشان كده بنوصي دايما بالحركه، بنوصي دايما بالنشاط. انما احنا عندنا مشكله طبعا دلوقتي في البيت والقعده في البيت، فلابد ان احنا نتصرف ازاي، نعمل ايه في البيت ونعمل ايه في الرياضه في الظروف اللي زي دي. وشكرا.